استعدوا للحرب. العالم مقبل على حرب عالمية ثالثة. نعم، كل المؤشرات تؤكد أن الحرب العالمية الثالثة ستندلع بين القوى العالمية الكبرى. يقول المثل العربي: ما أشبه الليل بالبارحة. نعم، ما أشبه الليل بالبارحة. الوضع اليوم في سبتمبر 2024 يشبه الوضع سنة 1939. كلنا نعرف أن الحرب العالمية الثانية بدأت شرارتها الأولى في 1 سبتمبر 1939. في فاتح سبتمبر 1939 اجتاحت ألمانيا المناطق الغربية لجمهورية بولندا، واجتاحت جيوش الاتحاد السوفيتي المناطق الشرقية لجمهورية بولندا. في نفس سنة 1939 أعلنت بريطانيا العظمى وفرنسا الحرب على ألمانيا. الدول الأوروبية التي تضامنت مع بولندا احتلتها ألمانيا في ظرف وجيز، كفرنسا والدنمارك والنرويج وبلجيكا وهولندا ويوغوسلافيا واليونان ودول أخرى دمرتها طائرات هتلر كبريطانيا العظمى مثلا على غزو أوكرانيا. الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، كندا، تركيا، اليابان، كوريا الجنوبية، حلف الناتو بأكمله، تضامن مع أوكرانيا، في حين تقف اليوم مع روسيا كوريا الشمالية والصين وإيران ودول أخرى. والسؤال الذي يؤرق المراقبين السياسيين الآن: ماذا لو أقدمت أوكرانيا على ضرب العمق الروسي بأسلحة الناتو؟ روسيا هددت بعض الدول النووية بمحوها من الخريطة كبريطانيا وفرنسا. هكذا يتصاعد التوتر في أوروبا في أيامنا هذه إلى درجة تنذر بانفجار يأكل الأخضر واليابس. إذا انتقلنا إلى آسيا، في قارة آسيا تزامن غزو روسيا لأوكرانيا تحرك الأسطول الصيني لغزو تايوان. تايوان حليفة أمريكا. أسطول أمريكا كان في هذا الوقت الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا يجوب بحر الصين الجنوبي. بلغ التوتر بين الصين وتايوان من جهة وبين الصين وأمريكا من جهة أخرى أشد. رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تحدت الصين وقامت بزيارة إلى تايوان. كان العالم كله ينتظر أن تقدم الصين على تنفيذ تحذيراتها من أي زيارة لتايوان، ويترتب عن ذلك صدام عسكري بين أمريكا والصين من جهة وتايوان والصين من جهة أخرى، وقد يصل هذا الصدام إلى استعمال السلاح النووي. وقد كانت الرؤوس النووية على أهبة الاستعداد لمحو آسيا من جهة وأمريكا من جهة أخرى، محو هاتين القارتين من الخريطة في ظرف دقائق. بحر الصين الجنوبي، هذه الأجزاء مناطق تطالب بها الفلبين، فيتنام، اندونيسيا، ماليزيا وبروناي. كوريا الشمالية تجاورها حليفتها الصين، وبين الصين والهند خلافات حول الحدود، وقد دخل البلدان في نزاع بل نزاعات مسلحة في فترات مختلفة. أما الآن فإن الجيش الهندي والجيش الصيني المرابطان على الحدود يخوضان معارك جسدية بالأيدي
والعيصي، نعم بالأيدي والعيصي بشكل شبه أسبوعي. لماذا؟ السبب لأنه يمنع على القوات الحدودية بين الصين والهند استخدام الأسلحة النارية في حدود 2 كيلومتر من الخط، وذلك بموجب اتفاقية ثنائية عقدت سنة 1996. ولكن لا أحد يضمن أن لا تتحول هذه المعارك الجسدية إلى معارك مسلحة كما حدث في عام 2017. وقد يتطور استخدام هذه المعارك إلى استخدام السلاح النووي أو سلاح مماثل كالسلاح البيولوجي مثلا. الصين تمتلك 500 رأس نووي، أما الهند فلديها 172 رأس نووي. هذه الرؤوس النووية كافية لمحو الصين والهند من الوجود وربما قارة آسيا كلها. وإذا اتجهنا إلى جنوب آسيا نجد دولة باكستان. دولة باكستان التي يسكنها 250 مليون نسمة لها 170 رأس نووي، تشترك في الحدود مع الهند التي يسكنها أكثر من مليار ونصف مليار من البشر، لديها 172 رأس نووي بين العملاقين صراع على منطقة كشمير منذ سنة 1947 إلى يومنا هذا. ما يملكه الجاران من أسلحة نووية تكفي لمحو مليار ونصف مليار هندي من الوجود و250 مليون نسمة باكستاني في ظرف لا يتعدى 30 دقيقة، نعم 30 دقيقة، مع امتداد آثار التدمير إلى الدول المجاورة كالصين وأفغانستان مثلا. إذا انتقلنا إلى شبه جزيرة كوريا. في شبه الجزيرة الكورية يتحدى من يطلق عليه مجنون كوريا الشمالية، يتحدى الرئيس جون أون، يتحدى أمريكا ومن ورائها حلف الناتو بحرق أمريكا بالصواريخ النووية الباليستية. في عام 2018 أعلن رئيس كوريا الشمالية جون أون بمناسبة رأس السنة الميلادية أن بلاده أصبحت قوة نووية، وهدد أمريكا قائلا: الزر النووي على مكتبي والولايات المتحدة الأمريكية في مرمى أسلحتنا، الزر النووي على مكتبي والولايات المتحدة الأمريكية في مرمى أسلحتنا. رد عليه رئيس أمريكا آنذاك ترامب الذي تتهمه بعض الأوساط بالجنون أيضا بتهديد مماثل قائلا: إن الزر النووي الذي يمتلكه أكبر من الذي تمتلكه بيونغ يونغ. بيونغ يونغ هي عاصمة كوريا الشمالية. في مطلع العام الحالي 2024 كرر زعيم كوريا الشمالية جون أون بتدمير كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية. كوريا الجنوبية أخذت تهديدات كوريا الشمالية مأخذ الجد وبدأت تستعد للحرب. هل تبدأ الحرب النووية من كوريا الشمالية أو من بحر الصين الجنوبي أو من الشرق الأوسط؟ ففي الشرق الأوسط يجري إبادة أهل غزة وتدمير بنيتها التحتية وتحويل قطاع غزة إلى العصر الحجري كما صرح الإسرائيليون. وقد بلغ التهور ببعض قادة إسرائيل إلى التهديد باستعمال السلاح النووي
لمحو غزة من الوجود. وفي لبنان يجري الآن إبادة سكان الجنوب، وتتعالى التهديدات الإسرائيلية بتحويل لبنان إلى العصر الحجري أيضا. هذا كله تحت أنظار العالم المتحضر بين قوسين. إيران وإسرائيل والتصعيد بين إيران وإسرائيل وصل في هذه الأيام إلى مستويات غير مسبوقة، وأي خطأ من أي جهة من إيران أو إسرائيل من الأسطول الروسي أو أساطيل حلف الناتو التي تجوب المنطقة من شأنه أن يفجر المنطقة كلها. البحر الأحمر، البحر الأحمر ملغم وقد ينفجر في أي وقت. الحوثيون يهاجمون السفن التجارية المتوجهة إلى إسرائيل، حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت وقوات بحرية أوروبية تجوب البحر الأحمر، قوات روسية، قوات صينية تراقب الوضع. الدول العظمى تتسابق للسيطرة على البحر الأحمر. ففي دولة جيبوتي تمتلك عدة دول قواعد عسكرية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، الصين، اليابان. في حين تمتلك قوى إقليمية مثل تركيا وإسرائيل ومصر مؤخرا وجودا بحريا بالمنطقة. ففي الوقت الذي وصلت فيه قوات مصرية كبيرة إلى الصومال، تسعى منافستها إثيوبيا إلى امتلاك قاعدة بحرية في إقليم أرض الصومال، أرض الصومال الانفصالي. سد النهضة قد يفجر نزاعا عسكريا بين مصر وإثيوبيا في أي لحظة. ماذا يعني هذا الحشد العسكري من حلف الناتو ومن دول الشرقية ومن مصر ومن إسرائيل ومن إيران ومن الصين في منطقة القرن الإفريقي؟ منطقة القرن الإفريقي الغنية بثرواتها الطبيعية تعاني الآن المجاعة وسوء التغذية في وقت تعج فيه بالقواعد العسكرية. هذا الوضع قد يفجر في أي لحظة ويغرق المنطقة، يغرق المنطقة كلها في دمار رهيب. في إفريقيا تتنافس الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية على القواعد والنفوذ، والأوروبيون خاصة فرنسا التي كانت تنهب ثروات إفريقيا تسعى الآن لاستعادة مكانها في القارة السمراء لتتمكن من مزيد من النهب. العالم كله على فوهة بركان، والإشارات إلى الحرب الكبرى في أعلى مستوى لها. الزر النووي جاهز على مكتب كيم جون أون. الحقبة النووية أو الحقيبة النووية تلازم الرئيس بوتين في الكريملين، والكريملين يلوح بالسلاح النووي من حين لآخر. الحقيبة النووية تلازم الرئيس الأمريكي الآن، وأي خطأ من أي طرف تكون نتيجته نهاية العالم. والبيت الأبيض ما فتئ يحذر من نهاية العالم. طبول الحرب الكونية تدق، والعالم
على حافة حرب عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر، وستحول الحرب الكونية المنتظرة العالم إلى العصر الحجري. وهذا ما قصده ألبرت أينشتاين عندما سئل عن الحرب العالمية الثالثة فأجاب: أنا لا أعرف الأسلحة التي ستستخدم في الحرب العالمية الثالثة، لكنني متأكد من الأسلحة، من أن أسلحة الحرب العالمية الرابعة ستكون العصي والأحجار. ألبرت أينشتاين: أنا لا أعرف الأسلحة التي ستستخدم في الحرب العالمية الثالثة، لكنني متأكد من أن الأسلحة التي من أسلحة الحرب العالمية الرابعة ستكون العصي والحجارة. العالم الاقتصادي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل توماس شيلينغ ألف كتابا يحمل عنوان استراتيجية الصراع، تحدث فيه عن منطق الملك المجنون الذي يدخل العالم في صراع ينتهي بالدمار الشامل. الكتاب قابل للتحميل وجدير بالقراءة، وإن كان قد صدر سنة 1960 فإن ما فيه من علامات ومن مؤشرات تنطبق على الوضع الذي نعيشه حاليا. نسأل الله السلامة للبشرية كلها. هذا الكتاب يمكنكم تحميله من جوجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.